رمضان رمضان خيرك جمعنا يا رمضان، شهر الخير والبركات، شهر الرحمة والغفران. كل عام وانتو بخير، أهلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، كل عام وأنتم بخير. اليوم حلقة جديدة من برنامج إحنا الخير. نحن الآن متواجدين في شرق الشجاعية في مدينة غزة، حيث الدمار والحصار الذي حل بهم بالحرب الأخيرة عليهم وحل بهذه العائلة. دعونا نرى قصتهم مع الدمار والحصار والحرب الأخيرة عليهم. وضعي في الأول، وأنا في الأول الدنيا أنا بقيت أشتغل في إسرائيل، وبقت حياتي كويسة ومعيشتي في بيتي كويسة وكل حاجة موفر عندي في قلب داري. من يوم الحرب وتعال جاي أموري أنا صارت صعبة وسيئة كتير على حسب الوضع اللي أنت شايفه هذا بينك. أنا رب أسرة في رقبتي 13 نفر، أنا عندي نسوان تنتين وابني متجوز عندي في قلب الأوضة اللي أنت شايفها. وضعنا حالياً وضعنا سيء، في حاجات أنا مطالب الدار وحاجات خصوصيات الدار أنا مش قادر أنا أوفرها لأولادي. ثلاجة ما عنديش عندي في الداري، غسالة مش قادر أجيب لها لبيتي، غاز زي الناس مش قادر أجيب لبيتي، حمام زي الناس مش قادر أوفره. ليش؟ عشان عن الوضع اللي أنا فيه حاليا، لأنه أنا دار انهدمت وحاليا أنا هيني قاعد أنا وأولادي في قلب داري. الشغلة اللي بنقدر نجيبها أين جبناها لأولاد وفرنا، والشغلة ما بنقدر نجيبها بنقول لهم يابا لا حول ولا قوة إلا بالله، ما ناش مصاري. تعبان بالمرة، يعني كنا إحنا 14 نفر لما ننام في نتفة واحدة في خيمة، فهذه معاناة شديدة. الأولاد والبنات والزوج وكل الدنيا يعني، ولا تلاجة ولا عندنا أي مية، بروح بنتلجها عند الناس. إحنا بناخذ المية من الناس بنروح بنتلجها عند الناس لليوم، من حد ما راحت تلجتنا في الحرب، كل أغراضنا تدمر وحياتنا تدمرت، إحنا ما شفناش من حدا حاجة، واحنا كل حياتنا اصلا عذاب، هيك عايشين من روح الله. احنا بس كنا في هالنتفة، انت زي ما انت شايف يطلع الفراش في وجهك، الجلي والمطبخ وكل حاجة في وجهك، و14 نفر عايشين في هالنتفة هذه، بياخذوش راحتهم وهم قاعدين بياكلوا او بيشربوا، لانه بيبقى نصهم اصلا فراش. ال14 نفر في النتفة هذه بيناموا وبيتسحروا فيها وبيفطروا فيها، يعني دياق الوضع عندنا بالمرة. احنا
بقيت اشتغل على سياره على الخط، بقى كل يوم يطلع لي 25 شيكل 30 شيكل. حاليا الظروف في شيء هالوقت ما في شيء ربه، صرت اشتغل من اول يوم في رمضان اشتغلت طول النهار ما طلع لي شيء 10 شيكل. صاحبها اخذ مني السياره وهيني اللي من اول رمضان انا ما دخلتش اولادي ولا شيء. مدام ايش رايك بالافطار اليوم وكيف انتم كيف كان شعوركم؟ والحمد لله الاولاد انبسطوا وشافوا الاكل وسلم ايديك وسلم ايدين الجهه اللي هي بعتته امي ويخلف عليكم. انا سمعت انه خالتي محمد خالتي مدام بتحكي انه كانوا الاولاد بدهم كسوه للعيد. صحيح. المتبرع جاب مبلغ كسوه للعيد لهم، طب ايش بتحكي ايش بتحكوا له في رمضان هيك؟ كل عام هو طيب ويخلف عليه وكتر الله ألف خيره اللي هو بعت هذا المبلغ اللي أنا أكسي ولادي للعيد، يخلف عليه وشكرا له كل عام هو طيب. إيش بتطلب منه كمان؟ بطلب منه الله يكتر عليه الخير ويساعد كل إنسان محتاج. شكرا لك عم. مشاهدينا الكرام، نأتي الآن إلى نهاية حلقتنا من برنامج إحنا الخير. نشكر لكم طيب المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.